دشن وزير التعليم العالي حسين حازم في كلية الطب بجامعة صنعاء امتحانات الكفاءة والمفاضلة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية، والتي اعتبرها الوزير رسالة صمود من الشعب اليمني إلى دول العدوان ومرتزقته. نحو 8,035 طالبا وطالبة يلتحقون بالدراسة للعام الجامعي الحالي، منهم 882 يتنافسون على المقاعد المجانية في الكليات الإنسانية والإدارية، فيما يتنافس بقية الطلاب على المقاعد المجانية في الكليات التطبيقية والعملية، والتي بدأت امتحاناتهم بعد تجهيزات وترتيبات نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ندشن العملية الاختبارية للطلاب المتقدمين للتنافس على المقاعد المجانية المقدمة من وزارة التعليم العالي في الجامعات اليمنية بقسميها الأدبي والعلمي، ويتنافسون على الكليات العلمية أو ما نسميها الكليات التطبيقية وكليات العلوم الإنسانية. هذه المنح من حق أي طالب أن يأخذها. إحنا عندنا كثير من الفئات، كانت اللجان الشعبية، وبالنسبة للجان الشعبية أخذت الجزء الأكبر من الطلاب المتقدمين لهذه المنح، بالإضافة إلى الفئات الأخرى زي فئات الأيتام، زي فئات أبناء الجيش، زي فئات أبناء يعني الموظفين في التعليم العالي، بالإضافة إلى جزء من المهمشين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازم أكد أن امتحانات الكفاءة والمفاضلة للطلاب هي رسالة لتحالف العدوان، باعتبار الامتحانات تجرى في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لنقل البنك المركزي ومنع المنح الخارجية للطلاب لتصبح منح داخلية، التي ستعزز مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على المقاعد المجانية في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية. كانت وزارة التعليم العالي عند المسؤولين مع جامعات الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية حيث فتحوا باب ومنحوا 10% في الجامعات الحكومية و5% في الجامعات الأهلية كمنح مجانية يتنافسوا عليها من يقاتلوا هذا العدو. فهي رسالة واضحة بأن الشعب اليمني لديه البدائل الحية عندما يتم التآمر عليه. تآمروا علينا وأحرمونا من المنح الثقافية ومن التبادل الثقافي، فكان هذا الرد. المواد التي تقدم الطلاب للامتحان فيها هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للتنافس على المقاعد المجانية في الكليات الإنسانية، فيما ستبدأ عملية امتحان الكفاءة للطلاب المتقدمين للمفاضلة على المقاعد المجانية في الكليات الطبية والهندسية والعلمية الاثنين في مادتي الكيمياء والأحياء، تليها امتحان الكفاءة في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء القادم. بلقيس أحمد، اليمن اليوم.